نبدأ تدشين الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال المستهدف. احنا عندنا 1,000,000 طفل على مستوى محافظة الدقهلية، الحملة مدتها 4 أيام. احنا عندنا أكثر من 6,200 فرقة طبية، سواء فرق ثابتة في المستشفيات أو في الوحدات الصحية، زائد فرق متحركة بتعدي كمان على البيوت. احنا الحمد لله مصر خالية من فيروس شلل الأطفال، أو يعني من الإصابة بشلل الأطفال من سنة 2004، ولكن احنا في ظل الحملات اللي بيقودها السيد الرئيس أو المبادرات للتطعيم ضد شلل الأطفال. افتتح اليوم الأول لحملة مكافحة شلل الأطفال هنا في بني سويف، نقدر نقول الحمد لله في اهتمام كبير من الدولة المصرية من سنوات طويلة بمكافحة شلل الأطفال، فما ينفعش ان احنا هنيجي دلوقتي وان احنا نقلل الاهتمام ده، لا الحمد لله في اهتمام كبير. يكفي ان احنا نقول في بني سويف بس المستهدف 566,000 طفل علشان خاطر نقدر نغطي اطفال بني سويف لحد 5 سنوات، باجمالي فرق 1,563 فرقه، منهم 1,300 فرقه بتتحرك بشكل دائم على في الشارع علشان خاطر تقدر تغطي اكبر عدد. الحمله القوميه بتستهدف في محافظه لتطعيم الاطفال، بتستهدف في محافظه الاليوبيه 1,116,000 طفل، بيتم تطعيمهم من خلال 2,291 فريق طبي ثابت ومتحرك. طبعا الفرق الثابته بتبقى من خلال المراكز الطبيه ومن خلال الوحدات الصحيه، من خلال مكاتب الصحه المتحركه. الحقيقه الميزه انها بتوصل لكل بيت في كل نجع وفي كل عزبه، وبتطلع للوحدات السكنيه عشان تطعيم ابنائنا واحفادنا من الاطفال. المستهدف في مطروح ان شاء الله تطعيم ما يقرب من 122,000 طفل من خلال مروري على بعض الوحدات الصحيه الثابته، سواء في مستشفى الاطفال او في وحده التامين الصحي. انا شايف الحمد لله المعدلات كويسه جدا، يعني عايز اقول احنا بدانا يوم بدري من امس، عشان احنا عارفين مطروح يعني متلامية الاطراف ومساحات شاسعه جدا، فقلنا فرصه للاهالي ان ياخدوا وقتهم، فبدانا من امس. بس انا شايف المعدلات اللي شغالين بيها كويس جدا الحمد لله حتى الان. صحه المواطنين جزء من اولوياتنا كجهاز اداري للدوله وعمل تنفيذي يعني، لكن في الجزء ده كمان مهم قوي ان احنا نوفر كل اللوجستيات، كل الدعم، كل اي حاجه ناقصه هم محتاجينها. بنهتم كمان برعايه الفعاليات اللي من النوع دوت، لانه انت محتاج تاكد للناس وللمواطنين اهميه الحمله دي، التوعيه بدور الحمله دي. زي ما كنا بنتكلم انا ودكتور فيصل وقت التدشين، في بعض الدول المجاوره اللي بتتظاهر فيها الموضوع ده مره ثانيه، فمهم جدا ان احنا نستكمل القضاء على مرض شلل الاطفال في مصر، المرض اللي كان بيعطل كتير من ابنائنا بعد كده وبيعمل نوع من انواع التاثر ليهم في مستقبلهم. انت النهارده بتقضي على ده من المنبع بشكل كبير، وبالتالي بتبني حياه المصريين حياه كريمه وحياه افضل.